السلام عليكم وحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج منبر الأحرار. دعت حركة رشاد إلى وقفة احتجاجية السبت القادم، والتي تأتي تحت شعار يد واحدة ضد الفساد والاستبداد. ينظم الفرع فرع حركة رشاد في الجزائر العاصمة يوم السبت الساعة 10:30 صباحا تحت العنوان كما قلت يد واحدة ضد الفساد والاستبداد. كما ينظم فرع حركة رشاد في العاصمة الفرنسية باريس في ساحة الجمهورية على الساعة 2 مساء للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام القائم في الجزائر. هي وقفة نود أن نقف عندها لمزيد من الإيضاح والبسط والإفصاح حول تنظيم هذه الوقفة والسياق الذي يصحبها والشعارات التي سترفع في ثنايا هذه الوقفة. كما نحاول أن نشير إلى أجواء الحملة الانتخابية، ولا ننسى كذلك أن نتطرق إلى أحداث غردايا وإبراز موقف حركة رشاد من هذا كله. يناقشني في الحديث، ينضم إلي عبر خدمة السكايب، الأخ يحيى مخيوبة وهو عضو مجلس الوطني لحركة رشاد. كما أستضيف كذلك من الجزائر مجموعة من أعضاء رشاد والمؤطرين والمنظمين للوقفة، الوقفة السبت القادم. أرحب بالأخ يحيى مخيوبة عبر خدمة السكايب. يحيى، مرحبا بك في برنامج منبر الأحرار. مرحبا بك سيد أخي حمزة، وشكرا على الدعوة. دعني بداية نقف عند الوقفة قليلا. أنتم دعمتم في فرع حركة رشاد بالعاصمة باريس، عاصمة فرنسا باريس، لهذه الوقفة. أولا قبل أن أتطرق إلى يعني الأمور التقنية لهذه الوقفة، ماذا يعني أخي يحيى أن تدعو حركة رشاد لوقفة في العاصمة الفرنسية بالذات، يعني باريس، وفي هذا الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، حركة رشاد متواجدة بالجزائر خاصة وفي الخارج أين يوجد الجزائريين والجزائريات. نحن نعلم أنه في فرنسا وخاصة في العاصمة الفرنسية باريس هناك جالية جزائرية كبيرة وكبيرة جدا، وهي معنية بشأن العام الجزائري، معنية بشأن السياسي الجزائري. ولاحظنا أنه أول خروج لحركة رشاد خاصة في الشارع هو كان في جانفي 2011، إحياء لذكرى انقلاب جانفي 2012، إحياء لعشرينية أو 20 سنة من انقلاب جانفي 92. يعني الجزائريين أينما كانوا، سواء كانوا داخل الجزائر أو خارج الجزائر، هم معنيين بشأن بلادهم، خاصة إذا كانت يعني بلادنا الجزائر العزيزة تعيش وتمر بأيام صعبة جدا، وتمر بظروف سياسية واجتماعية صعبة للغاية. حركة رشاد لم تكن وحدها من بادرت الخروج إلى الشارع سواء في الجزائر أو خارج الجزائر. هنا في فرنسا في باريس خرج مواطنون ومواطنات جزائريين وجزائريات منذ أسابيع في شوارع العاصمة الفرنسية باريس للمطالبة ب يعني تغيير طبيعة النظام السياسي، ذهاب الجزائر إلى نوع من الانفتاح السياسي الذي قد يمنح للجزائريين والجزائريات يعني اختيار حكامهم، وانتهاء ما يسمى بمهزلة العهدة الرابعة، حيث الكل يعرف يعني الحالة الصحية للرئيس الحالي السيد عبد العزيز بوتفليقة، والمهزلة التي أرادها هذا الرجل وأخوه وعائلته، ويعني ما يسمى بالمقربين منه من رجال الأعمال وخاصة رجال المال الفاسد، وكذلك قادة المخابرات الذين يؤيدون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هذه العهدة. ونحن لنا بالنسبة لنا في حركة رشاد العهدة الرابعة لبوتفليقة، والكثير يتكلم عن العهدة الرابعة، ولكن العهدة الرابعة لبوتفليقة هي تمديد لعهدة النظام، هي العهدة 50 سنة، 52، 53 سنة من وجود هذا النظام الفاسد، هذا النظام الغير شرعي. قررت حركة رشاد التحرك ميدانيا في الجزائر العاصمة يوم السبت 12 أبريل القادم إن شاء الله على الساعة 10:30 في ساحة
البريد المركزي بالجزائر العاصمة، وقررت كذلك التحرك هنا في فرنسا العاصمة باريس، يعني جمع الجالية الجزائرية في ساحة الجمهورية بلاز لا ريبوبليك على الساعة 2 بعد الظهر إن شاء الله، للمطالبة لأن يكون الجزائريين والجزائريات يد في اليد للمطالبة بالذهاب ذهاب هذا النظام بطريقة نتمناها أن تكون طريقة سلسة، طريقة توافقية، طريقة لا عنفية، وبنفس الوقت يعني حركة رشاد تتحرك ميدانيا وتتحرك سياسيا مع الإخوة والأخوات السياسيين الجزائريين في داخل الوطن وخارج الوطن لإحداث وفاق سياسي كي نطرحه على النظام ونفرضه على النظام ونفرض التغيير السلمي التوافقي على هذا النظام لكي نذهب من الديكتاتورية القائمة منذ 62، لأنه لازم نذكر الجزائريين والجزائريين الجزائريات أن الديكتاتورية في الجزائر لم تبدأ مع عهد بوتفليقة، بل هي تكرست في عهد بوتفليقة، ولكن هي موجودة منذ خاصة انقلاب على الحكومة المؤقتة من طرف جماعة وجدة في 62 إلى يومنا هذا. فنحن ندعو إلى التكاتف والتحالف لإنهاء أيام هذا النظام بطريقة سلسة وطريقة لا عنفية وطريقة توافقية لبناء جزائر حرة، جزائر ديمقراطية، جزائر العدالة الاجتماعية، وجزائر الجزائريين والجزائريات، وليست الجزائر العصابة الحاكمة. نعم، قبل أن أدخل معك في موضوع الأمور التقنية للوقفة، دعني أذهب إلى الجزائر. ينضم إلي عبر الهاتف عبد الحكيم قاسم، وهو عضو في حركة رشاد. سيد عبد الحكيم، مرحبا بك في برنامج منبر الأحرار. أهلا وسهلا، مرحبا بك أخي حمزة، وتحية للأخ يحيى. نعم، سيد عبد الحكيم، ماذا يعني هذه الوقفة لكم بالضبط، يعني داخل الجزائر وفي هذا الوقت بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن حركة رشاد وهي تنظم هذه الوقفة لأنها جزء من هذا الحراك الذي تشهده الجزائر. هذا الحراك الذي ظن الكثيرون بأن هذا الشعب قد مات وأن الأنفة فيه قد ماتت، فها هو اليوم يثبت من خلال هذه الوقفات في ربوع الوطن، في العاصمة أو في الواد أو في غيرها من المناطق أو في بجاية أو في حتى في باتنا، بأن هذا الشعب ما زال حيا. هذا النظام الذي عمل منذ 1962 على جعل هذا الشعب شعبا خانعا، ها هو اليوم ينتفض برغم سنين الجمر التي مرت ويقول كفى كفى كفى. تفضل أخي يحيى. نعم، عبد الحكيم قاسم، يعني ابقى معي، سأنتقل إلى عضو آخر حركة رشاد وهو السيد محمد دعدي. سيد محمد دعدي، مرحبا بك في برنامج منبر الأحرار. هل السيد دعدي يسمعني؟ جيد، أعود إليك سيد عبد الحكيم قاسم. كيف تجري التنظيمات لهذه الوقفة؟ التنظيم لهذه الوقفة هو جاري على قدم الوثاق. نقوم بعدة اتصالات مع مختلف الأطياف، وهذه الدعوة التي أطلقناها وهي تتزامن مع الدعوة التي أطلقها إخواننا في باريس، أي يوم السبت المقبل إن شاء الله 12 أبريل 2014. هذه الوقفة مدعو لها كل فصيل سياسي وكل حركة شبانية. أولا تنتهج ما تؤمن به حركة رشاد، وهو التغيير السلمي لا عنفي. فمسارنا واضح، فمن أراد أن يشاركنا في هذه الوقفة وفق ما حددته حركة رشاد، هو أن هذه الوقفة شعارها واحد، هو يد واحدة ضد الفساد والاستبداد، وتكون وقفة حضارية سلمية، فأهلا وسهلا به. وأما من يرتأى طريقا آخر فإننا نقول له معذرة. يعني الاتصالات جارية مع اتصالات جارية مع كل الأطياف هناك في داخل المجتمع الجزائري، وهي مفتوحة للجميع دون استثناء.
كل من يؤمن بحتمية التغيير السلمي فهو مدعو لهذه الوقفة. سألتك يا سيد عبد الحكيم، يعني هل الاتصالات الآن جارية؟ نعم الاتصالات جارية، وهناك الكثير من أبدى رغبته في المشاركة. جيد، ابقى معي حتى اعود الى الاخ يحيى مخيوبه من باريس. الاخ يحيى، الان كيف هي الامور يعني التقنيه، كيف تجري الامور يعني التحضير لهذه الوقفه في باريس؟ يعني اخ حمزه، انت تعلم انه في الدول الغربيه عندما يريد مجموعه من المواطنين سواء كانوا مواطنين هذه الدوله او في حالتنا نحن مواطنين جزائريين أجنبيين لهذه البلاد، مقيمين في هذه البلاد، يريدون يعني التظاهر في العاصمة، قلب العاصمة الفرنسية، ومن يعرف باريس بلاس لا ريبوبليك، يعني ساحة الجمهورية، هي في قلب العاصمة ومن أكبر ساحات العاصمة الفرنسية. عليك أن تختر ما يسمى عندنا بالولاية أو هنا في فرنسا لا بريفكتور، اختار، تقول لهم يعني أسبوع، عندك 72 ساعة، 3 أيام من قبل، تقول لهم يعني نحن يعني نريد التظاهر في يعني في هذا الموضع في هذا النهار، وتعطي لهم حتى الساعة اللي تتظاهر فيها، ومن هو المسؤول على التنظيم، وهذا بإخطار يعني تعلمهم. ما كانش حتى مشكل ما يسمى في الجزائر لوتوريزاسيون، يعني الإدارة ليست هنا لتسمح للناس المقيمين أو المواطنين أن يتظاهروا سلميا في الطريق العمومي، بل هي هنا لكي تعرف أن هاد المواطنين أو المقيمين الأجنبيين سوف يتظاهرون، لكي يعني تسير ظروف يعني ظروف الطريق العام، طريق المارة أو طريق السيارات. هذا يعني حتى نشوف يعني الخلاصة ما بين ما يجري في هذه الدول الأوروبية والجزائر، أين الجزائريين لا يحق لهم، خاصة منذ 2001 أين أمضيت تلك يعني تلك القرار المشؤوم الذي يمنع الجزائريين والجزائريات بالتظاهر في عاصمتهم الجزائر. وهذا يعني أظن أذكر حينها أن يعني من أمضى حتى على هذا القرار كان سيد بن فليس، أظن يعني بن فليس، نعم، الذي كان رئيس وزراء، رئيس الحكومة في ذلك الوقت، وقبل أن يكون رئيس الحكومة كان مدير الحملة الانتخابية للرئيس الحالي في عهدته الأولى سيد عبد العزيز بوتفليقة. يعني هذا الإنسان أمضى هذا القرار كرئيس حكومة، وأنا شخصيا كنت في الجزائر، وكان هناك حراك شعبي في بلاد القبائل، وهناك جزائريين من بلاد القبائل أرادوا أن يتظاهروا في عاصمتهم، لكن منعوا من طرف هذا النظام التسلطي. لهذا نحن في حركة رشاد لا نتكلم على بوتفليقة كعهدة ثالثة أو رابعة أو خامسة، أو السيد علي بن فليس، أو لا نتكلم عن النظام كأفراد، نتكلم عن النظام كمنظومة حكم، لأن كل هذه الأفراد سواء كانوا في الحكم الآن أو سابقا ساهموا في بناء بطريقة يعني مباشرة أو غير مباشرة، بطريقة عنفية أو سلمية، ساهموا في بناء منظومة النظام الحالي، المنظومة الدكتاتورية التي لا تسمح للجزائريين أن ينتخبوا بحرية رئيسهم، لا تسمح للجزائريين أن ينتخبوا ممثليهم في البرلمان، ولا تسمح للجزائريين أن يتظاهروا سلميا في عاصمتهم الجزائر أو في المدن الأخرى. يعني هذا للفارق وللتبيان. نعم التاريخ. نعم، أعود إليك الموضوع الوقفة الأخ يحيى، هل اتصلتم يعني ببعض يعني الفاعلين هناك، يعني الجالية الجزائرية، هل تم الاتصال بها؟ هل حتى بعض ممكن يعني بعض المتعاطفين مع الأحزاب التي دعت إلى المقاطعة؟ الجالية الجزائرية تم الاتصال بها عن طريق يعني الظروف، طرق الاتصال العادية التي يعني تمارسها الحركات السياسية، وهي الاتراكت والافيشاج كما يقال. أما الأحزاب السياسية، أنا أظن أن هناك حزب سياسي آخر وحركة سياسية أخرى يعني تريد التظاهر أمام القنصلية أو أمام السفارة، ولكن نحن نقول لكل هذه الحركات وكل الجزائريين والجزائريات المقيمين بفرنسا، وحتى الجزائريين الذين هم في فرنسا في غرض السياحة، أن يأتوا يمارسوا حقهم كمواطنين ل يعني التنديد ورفض هذا النظام بطريقة سلمية، والقول أن هناك الجزائريين إن كانوا في الجزائر أو خارج الجزائر مهتمين جد الاهتمام بالوضع السياسي العام
المزري الذي يسود الآن في الجزائر، وللقول أن الجزائريين الذين يعيشون في الغربة وقد يعيشون في ظروف اجتماعية قد تكون حسنة إذا قارناها بالظروف الاجتماعية السائدة عموما في الجزائر، هم يعني متعلقين ببلدهم ومتعلقين بمصير السياسي لبلدهم، كما كان الجزائريين المغتربين في الثلاثينات والاربعينات متعلقين بوطنهم، متعلقين بمصير بلادهم التي كانت مستعمرة فرنسية، وأنشأوا الحركة الوطنية للتاريخ. الحركة الوطنية الجزائر أنشئت في العاصمة باريس، الكاتورزيام أرونديسمون، في المقاطعة الرابعة عشر في العاصمة الباريسية، أين أنشئ نجم شمال إفريقيا ورسم علم الجزائر. المغتربين الجزائريين قاموا بدورهم، والآن المغتربين الجزائريين يقومون بدورهم، لأن المغتربين الجزائريين والجزائريين في الخارج والداخل حروا الأرض، والآن نريد تحرير المواطن والمواطنة إن شاء الله من هذه الدكتاتورية. نعم، وكذلك أريد أن أذكر الأخ يحيى مخيوبة أن البارحة 8 من أفريل هو تقريبا التاريخ الذي صدق فيه البرلمان الفرنسي آنذاك على 62 على اتفاقية إيفيان. أعود إلى الأخ، هل معنا الأخ دعدي محمد من الجزائر؟ أظن أن هناك خلل تقني. أعود إلى الأخ عبد الحكيم قاسم، هل يستمع إلي؟ نعم تفضل. نعم الأخ عبد الحكيم، يعني ما هي الشعارات التي تحضرونها يعني في ثنايا الوقفة؟ يعني أحاول أن أتعرف على هذه الشعارات. نحن اتفقنا على أن يكون هناك شعار واحد، شعار يعني الجميع إذ يعاني منه الجميع، وهو الشعار الذي قررته حركة رشاد: يد واحدة ضد الفساد والاستبداد. نعتقد بأن هذا الشعار هو شعار جامع مانع، شعار الكل يعرف معناه ويعرف مراميه، إذ الكل، كل من في هذا الوطن يعاني، عانى ويعاني وسيظل يعاني، إن لم يبدأ في حراكه ويبدأ عملية التغيير سيظل يعاني من ظاهرة الفساد التي تنخر المجتمع الجزائري وتنخر حتى مؤسسات الدولة الجزائرية، ولا أقول النظام، أقول الدولة الجزائرية، إذ الدولة الجزائرية هي ملك للشعب الجزائري وليست ملكا لهذا النظام الفاسد المفسد. نعم. لذا شعارنا يبقى يد واحدة ضد الفساد والاستبداد. نعم، ابقى معي الأخ عبد الحكيم قاسم. أعود إلى، أظن التحق بنا الأخ محمد دعدي، هل السيد محمد دعدي يستمع إلي؟ نعم أخي أستاذ. مرحبا بك الأخ محمد دعدي في برنامج منبر الأحرار، أنت عضو كذلك في حركة رشاد فرع مكتب العاصمة. يعني سألت من قبلك الأخ عبد الحكيم قاسم كيف هي التحضيرات. أنتم قمتم بالعديد من الوقفات في السابق، لكن الآن يعني هذه وقفة دعوتم أنتم إليها، يعني دعت إليها حركة رشاد، يعني كيف ترون هذه الوقفة؟ كيف تقارنوها بالوقفات الأخرى التي وقفتموها في كثير من المرات لمساندة يعني كل الوقفات الذين دعوا إليها، التي دعوا إليها كثير من يعني مكونات المجتمع أو الحركات أو الجبهات التي تتبنى دعوة المقاطعة وتغيير النظام؟ والله بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أخي حمزة، وأحيي الأخ عبد الحكيم، وأحيي أخي يحيى من فرنسا. الوقفات، حركة رشاد كانت دائما متواجدة في كل الوقفات منذ سنين وسنين، وهي يعني تحضر بأعضاء أعضائها في كل ولاية الوطن، ولكن ما كناش نرفع يعني شعار الحركة لأسباب أنت تعلمها، يعني أسباب أمنية وما إلى ذلك. ولكن حضورنا كان من قديم، يعني وحكمنا وقدمنا إلى المحاكم، يعني وفي غليزان وفي الجزائر حسين داي وعدة مناطق، يعني رانا نتحاكموا لوقفات بتهمة الاحتجاج الغير مرخص والإخلال بالنظام العام. وقفة العاصمة يوم السبت إن شاء الله 12 أفريل 2014 على الساعة 10:30 أمام البريد المركزي، وقفة دعت إليها الحركة. كانت مقبل دعات الحركة فرع العاصمة إلى وقفة أمام البريد المركزي،
وكنا شاركنا كذلك الإخوة في جبهة رافض في وقفتهم الثانية، وكذلك وقفنا معهم في وقفتهم الأولى وفي وقفتهم الثالثة كذلك بالوادي. يعني سافرت إلى الواد ومثلت، كنت ممثل حركة رشاد هناك، وأعطيت أعطي لي الكلمة، يعني قدمت كلمة باسم حركة رشاد. هذه الوقفة إن شاء الله حتى نثبت للعالم أجمع أننا أن حركة رشاد يعني متواجدة في الشارع. ووقفنا كذلك مع حركة بركات لما وقفت، وقفنا مع كل الحركات، ما يعني ما لم ن يعني كما يقول لك ما أعطينا حتى وقفة. وقفنا قاع مع الناس، واعتقلنا مع حركة بركات، واعتقلنا مع عدة حركات يعني أمام المجلس الدستوري وما إلى ذلك. الوقفة تاع ناصب إن شاء الله دعت إلى حركة رشاد حتى نثبت للناس يعني والحراك في الجزائر يعني كذلك بأنه حركة رشاد متواجدة، يعني متواجدة بكل أعضائها إن شاء الله. وإن شاء الله يوم السبت إن شاء الله هتكون وقفة جيدة إن شاء الله، وأعضاء حركة رشاد في الجزائر راح يشاركوا إن شاء الله بقوة. وشعار الوقفة كما قال الأخ عبد الحكيم: يد واحدة ضد الفساد والاستبداد. كذلك أخواتنا في فرنسا راح يقوموا بنفس الوقفة، نفس الشعار: يد واحدة ضد الفساد والاستبداد. يد واحدة، باش نفسر برك كلمة يد واحدة أخي حمزة، نعم هي يد تفضل. واحدة، هي يد واحدة، أي كلنا جزائريين كلنا يعني يد واحدة ضد هذا النظام الفاسد المستبد. أي أن مرحبا بكل الحركات، مرحبا بكل المنظمات، مرحبا بكل الجبهات. استدعينا يعني جبهة رفض باش يساندونا في هذه الوقفة، وكان موقفهم يعني جيد جدا، نشكرهم يعني. راح إن شاء الله يشاركونا في الوقفة تاع يوم السبت إن شاء الله. كذلك حركة بركة 52، السيد حفنوي غول إن شاء الله راح يحضر إن شاء الله. حركة 8 ماي والأخت منار النصري إن شاء الله راح تكون حاضرة، هي وأعضاء حركة 8 ماي. كذلك راح تكون حاضرة أمنا العزيزة والغالية، أمنا أم أمين أم الجميع. إن شاء الله راح يكونوا حاضرين فيها كذلك بعض الأساتذة، بعض الطلبة الجامعيين إن شاء الله. يعني هذه وقفة تكلم معايا من قبل واحد الأخ وقال لي يعني سمعت مليونية، قلت له يا اخويا ان شاء الله تكون مليونيه، احنا نطالبوا بوقفه سلميه امام البريد المركزي. اذا كانت مليونيه على ذكر ولا سيد محمد، اخي محمد، على ذكر ما قلت المليونيه، يعني كيف تتوقع يعني ردة فعل يعني قوات الامن؟ انت لديك تجربه في كل الوقفات، كيف تتوقع الان؟ والله شوف، كنا من قبل نقوم بوقفات سلميه، احنا الحمد لله رب العالمين، يعني كل وقفاتنا سلميه، ما عندنا حتى وقفه صرف فيها ولا ما تكسر كما يقولوا، حتى كاس ما تكسرش. الحمد لله رب العالمين، وقفاتنا كلها سلميه، ما نغلقوا طريق، نعرفوا الحمد لله احنا حقوقيين، نشطاء حقوقيين في حقوق الانسان، رابطه الجزائر للدفاع عن حقوق الانسان، يعني الحمد لله رب العالمين. الوقفات من قبل كانت اخي والله يعني واش اقول لك، كانت وقفات ممكن تم 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق، يتم اعتقالنا وضربنا وسبنا وشتمنا يعني وسحنا كما شفتوا في الصور يعني. والوقفة كذلك اللي وقفنا مع بركات يوم أول مارس، تم اعتقالنا وسحبنا وشتمنا، وقيل لنا يعني كلام بذيء لا يقال، يعني المقام لا 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 يليق بهذا الكلام. ولكن الوقفة الأولى تاع جبهة رفض أمام البريد المركزي في البريد المركزي لم يتم اعتقالنا يعني، ولكن حصرنا من طرف قوات الأمن، يعني أحاطوا بنا إحاطة السواري بالمعصم، ولكن لم يتم اعتقالنا. الوقفة الثانية كذلك تاع البريد المركزي تاع جبهة رفض شاركنا معهم يعني كذلك، ولم يتم اعتقالنا. وإن شاء الله يعني هذه الوقفة إن شاء الله نتمنى أنه رجال الأمن يعني يجوا طبعا يكونوا حاضرين على كل حال، هذه عادي يعني حضورهم،
ولكن نتمنى ان شاء الله يعني ما يبقاو في هذا المنوال هذا، ما يغيروش هذه الطريقه ان شاء الله، ما يتموش ما 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 يتمش اعتقال يعني المنظمين او المحتجين او الوقفين يعني في هذه الوقفه هل ان شاء الله. اتصلتم سيد دعلي، هل اتصلتم بالاحزاب المعارضه التي تدعو الى المقاطعه؟ والله اتصلنا بالبعض، ماشي كلها، اتصلنا بالبعض، قال لك نشوفوا ان شاء الله، يعني ما قال لك ما تذكروش حتى اسماءنا وما الى ذلك، قال لك نشوفوا ان شاء الله من نهار السبت ان شاء الله ربي يدير التاويل كما يقولوا هما. ولكن ان شاء الله انا يعني نقول لاخي يعني انه ان شاء الله بعض البرلمانيين ان شاء الله ممكن يحضروا ان شاء الله معنا. نعم جيد، عندنا دعني أعود تفضل. إلى الأخ يحيى من باريس. الأخ يحيى مخيوبة، يعني هل يعني أود أن أفهم يعني الآن موقف رشاد، هل تدعون أنتم في هذه الوقفة إلى المقاطعة وفقط؟ هل تقدمون البديل؟ هناك من يدعو كذلك، هناك أحزاب كثيرة في الجزائر تدعو إلى المقاطعة، هل أنتم تتوقفون فقط عند المقاطعة كهذه الأحزاب المعارضة؟ أولا حركة رشاد في بيانها الأخير للأمانة الوطنية للحركة والمجلس الوطني للحركة، قلنا أننا لا ندعو الجزائريين للمقاطعة، بل ندعوهم لعدم المشاركة أصلا في هذه المنظومة السياسية التي تريد من الأحزاب المعتمدة المقاطعة أم المشاركة. ولكن نحن لا نشارك أصلا، لأنه نعتقد، وهذا قد فسره دكتور مراد هينا في عدة مداخلات، والأستاذ محمد العربي زيتوت كذلك في مداخلاته عبر تلفزيون رشاد وتلفزيونات أخرى، أنه نحن لا نؤمن بالمنظومة السياسية الحالية، لأنه كل قوانين ما يسمى بقوانين الجمهورية، بداء من الدستور إلى قانون الانتخابات إلى قانون البلدية إلى كل قوانين، أو قانون الجمعيات، قانون الأحزاب السياسية، كل قوانين المنظمة للعمل السياسي أو النقابي، هي أولا قوانين جائرة انتخبت أو كتبت في برلمانات غير شرعية لم ينتخبها الشعب الجزائري. ثانيا هي قوانين تعسفية، قوانين ديكتاتورية تكرس بقاء هذا النظام مع يعني إنشاء ما يسمى بالمسرحية السياسية التي يراد فيها أن يكون هناك أحزاب سياسية، أن يكون هناك مثلا في الانتخابات الرئاسية يكون 5 6 مترشحين بدل مترشح واحد، أن يكون هناك 60 70 حزب سياسي، ولكن الأصل أنه حزب لا فنان الذي ثار ضده الشعب الجزائري في 5 أكتوبر 88. أخي حمزة، 5 أكتوبر 88 ثار الشباب الجزائريين في عز شبابهم، ومات 500 شاب جزائري ربي يرحمهم ضد حكم الأفنان وحكم المخابرات. رانا اليوم في 2014، يعني 26 سنة من بعد، ما زال الأفنان يطغى على البرلمان، وما زال المخابرات يسير الشأن السياسي الجزائري. إذا نحن لا نؤمن بهذه المنظومة السياسية أصلا، حتى نشارك فيها أو نقاطعها، أو حتى نشارك في انتخاباتها أو ندعو لمقاطعتها، نحن ندعو لعدم المشاركة أصلا في هذه المنظومة السياسية الفاسدة والغير شرعية، وندعو الجزائريين والجزائريات كأفراد، كمواطنين، كمنظمات سياسية، كمنظمات حقوقية، كنقابات، للاجتماع والتنظيم خارج قبة النظام وخارج قبة المخابرات، كي نفرض رأينا ونفرض مشروعنا السياسي الذي تراه حركة رشاد والكثير من الإخوة والأخوات. والحمد لله نحن اليوم نرى جنرالات سابقين قادوا الحرب ضد ما يسمى بالإرهاب في التسعينات، وشاركوا في انقلاب 92، اليوم يتكلمون عن المجلس التأسيسي، يتكلمون عن المرحلة الانتقالية، وهذا كلام حركة رشاد الأصلي منذ إنشائها، وكلام معارضين وأحزاب سياسية معارضة قبل حركة رشاد، وكانت تسمى هذه الأحزاب وحركة رشاد كأحزاب وحركات. يعني الأخ بالخادم الآن يتكلم على مرحلة انتقالية، سلال يقول أن بوتفليقة يعيدكم الجمهورية الثانية. نعم، بوتفليقة إذا كان يريد أن يكرس الجمهورية الثانية كان له أن يكرسها في عهدته الأولى أو الثانية. وبالخادم
هذا الرجل الذي يتكلم عن الديمقراطية أو المرحلة الانتقالية أصلا في أكتوبر 82 كان رئيسا للبرلمان، رئيسا معينا لبرلمان معين، وترى الشعب ضده. والآن نرى 26 سنة من بعد 500 شاب مات في أكتوبر 82، 200 ألف قتيل في الحرب الآلية التي أريد لها أن تكون بعد انقلاب 92، بعد الانقلاب على رأي الجزائريين في انتخابات شرعية تاع ديسمبر 91، ما زال هذا الرجل اليوم وزير دولة ومستشار لرئيس الجمهورية. لماذا ماتوا هاد الناس كامل؟ لماذا مات 500 شاب جزائري في أكتوبر 82؟ لماذا ماتوا 200 ألف جزائري حتى يبقى بالخادم ومن أمثال بالخادم من جنرال توفيق إلى بوتفليقة إلى جبهة التحرير المسيطرة على، أو ما يسمى بجبهة التحرير المسيطرة على البرلمان اليوم، على هذه الحالة؟ لماذا مات كل هذه الجزائريين حتى نبقى اليوم في 2014 في الألفية الثالثة في القرن الـ21 ما زالنا نعاني من مشاكل هذه الطغمة السياسية الفاسدة التي أدت بالجزائر في 88 إلى أزمة اقتصادية وأزمة مالية وأزمة حتى أكل. يعني كنا نشوف الجزائريين يروحوا يديروا الطابورات في سان باك على السميد وعلى الفارينة وعلى الصابون حجرة وعلى القهوة. اليوم الجزائر لا قدر الله، وهذه إحصاءات وزارة المالية الجزائرية تقول أنه بعد سنوات قليلة 2019-2020 المحروقات الجزائرية سوف لن تكفي إلا يعني الاحتياجات الداخلية، لن نستطيع أن نصدر المحروقات. من أين سنأكل؟ ونحن نعرف أنه في الاقتصاد الجزائري الحالي الذي أرادته هذه الطغمة الحاكمة لا ينتج غذاء، لا ينتج دواء، لا ينتج تكنولوجيا، لا ينتج علم، لا ينتج، ليست له جامعة يعني في، يعني في مستوى الجامعات العالمية لا ننتج أي شيء، نستورد كل ما نستهلكه. يعني اليوم سيناريو 87 88 سوف يتكرر بعد سنوات، يعني لا قدر الله، لا قدر الله سوف يتكرر. ب 87 كنا 26 مليون، 27 مليون، الآن نحن 40 مليون. واحتياجاتنا يعني يعني طريقة استهلاكنا التي كانت 26 مليون في 87 88 كانت العائلة الجزائرية عندها، كل عائلة عندها 50 كيلو سميد، وكانت الأمهات تعجن الخبز في البيوت. اليوم هذه الثقافة انتهت، ويعني الخبز والدواء كله أصبح يستهلك من الخارج، وحتى طريقة استهلاك العائلة الجزائرية تغيرت. كانت سيارة واحدة لكل عائلة أو سيارة لثلاثة أربعة عائلات، اليوم في العائلة الواحدة كان أربعة خمسة سيارات. يعني هذا الغازوال وهذا الليسونس مين احنا يعمروهم؟ هذه نعم السيارات نعم يعني طريقة الاستهلاك تغيرت. وحدة الأزمة إذا انتهى هذا البترول وانتهت هذه النعمة المالية، مع بقاء هذا النظام سوف تكون أكثر شدة على الجزائريين من 87 و88. ولهذا نحن في حركة رشاد ندعو الخيرين في هذا النظام إلى أن يعني يفيقوا ويفهموا أن الجزائر في خطر، وهذا الشعب في خطر، والوحدة الوطنية في خطر، ويأتوا إلى طاولة المفاوضات مع كل السياسيين والأطياف السياسية الجزائرية بدون استثناء، من الإسلامي إلى اللائكي إلى العلماني إلى اليساري إلى اليميني إلى الوطني، كي نتفاهم ونخرج بمشروع سياسي انتقالي يؤدي بنا إلى منظومة سياسية متفتحة تعطي لكل ذي حق حقه، وتعطي الكلمة والقرار السياسي للشعب الجزائري وليس لغيره. نعم، أشكرك أخي يحيى، ابقى معي. أعود إلى الأخ عبد الحكيم قاسم، هل لازال معي؟ نعم. الأخ عبد الحكيم قاسم، فقط يعني سؤال قبل أن أودعك، هل ترى بأن هذه الوقفة لها دلالة على أن حركة رشاد تقبل الآخر وتدعو إلى قبول الآخر، عكس ما البعض يحاول الترويج لها إلى غير ذلك؟ حركة رشاد حركة ترفض الإقصاء من أي كان. حركة رشاد ترفض من يقصيها، وثقافتها مبنية على اللا إقصاء، هكذا تنظر حركة رشاد. حركة رشاد تؤمن بأن هذا الوطن للجميع، وبأن هذا الوطن يبنيه الجميع، وبأن هذا الوطن مسؤولية الجميع. فمن أراد أن يسير في خط التغيير، وأعيد وأكرر، التغيير الجذري لا عنفي السلمي، نقول له أهلا ومرحبا ويدنا ممدودة لك. و
وأما من يريد طريقا آخر فهذا طريق مرفوض، لأننا نؤمن بأن طريقنا هو الطريق الأصوب وإن طال. نحن حركة مسؤولة، لسنا قلقين ولسنا مستعجلين الأمور، نمشي فالألف ميل يبدأ بخطوة. نحن في الخطوة الأولى ولا نقول في الخطوات العاشرة أو الحادية عشر، نحن في بداية الطريق ولسنا مستعجلين. نعم، هل لدي كلمة تريد توجيهها للشارع الجزائري أخ عبد الحكيم؟ تكرمت أخي حمزة، لدي نداء. نعم، أوجهه لكل المواطنين. أخي المواطن، أختي المواطنة، أخي الجزائري، أختي الجزائرية، حركة رشاد تخاطبكم. تريدون، تحلمون، تأملون العيش في كنف دولة العدل والقانون؟ تريدون عيش حياة المواطنة الحقة، لا مواطنة المواعيد الانتخابية التي تنتهي فور وضع ورقة الانتخاب في الصندوق الماسخ الممسوخ؟ تريدون العيش في عالم الإنسان؟ تريدون كل هذا وذاك وكل شيء جميل تحلمون به؟ فإن حركة رشاد تدعوك أخي المواطن، تدعوك أختي المواطنة، وهي معك، وهي معك لخطو أولى الخطوات على طريق التغيير الجذري اللا عنفي لهذا النظام الذي لم يكتفي بسرقة ماضينا وشنق حاضرنا، بل يسعى لإعدام مستقبلنا إن لم نقف أنا، أنت، أنت، نحن صفا واحدا ويدا واحدة بوجهه. ولأننا عقدنا العزم أن نحيا أعزاء، فإن حركة رشاد تدعوك أخي، تدعوك أختي لوقفتها السلمية المقررة يوم المقبل 12 أبريل 2014 أمام البريد المسيحي بالعاصمة على الساعة 10:30 تحت شعار يد واحدة ضد الفساد والاستبداد. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر كما أرادها الشهداء وكما نعمل لها. وشكرا لكم. كيم قاسم، كنت عضو حركة رشاد، كنت معي من الجزائر. قبل أن تقل إلى الحوار، كذلك لدي سؤال وجهه إلى الأخ دعدي. هناك يعني أحد كذلك أعضاء هو عضو كذلك في حركة رشاد، وهو الأخ حمو حسين، وأظنه من ولاية البليدة، قد قدم حتى هو كذلك نداء باللغة الأمازيغية، أود أن أستعرضه، فلنستعرضه مع بعض ثم أعود إليكم سادة المشاهدين. رشاد، واش قلنا على الوقفه الجايه ان شاء الله؟ اي ثمثن تستمثين اي جزائري ندم ثلام احرار جزائري ادس ان شاء الله الحركه يا جيني الجمعيه جيني راه يخدم من الوقفه راه يبدن 12 ابريل 2014 للبريد المركزي زيت البوسطه سند ثلام كل يوم ديون ادياس مرحبا يسود اكست الخوف، الخوف سير ببرك وساد وانا قاد من غير ربي وانت قاد يون نكوني غاد كندفوني مزورنا ارد نفغسلاقي ادنيني لا خاطر يتعذوي خاطر الحقرة خاطر يوينو الهنا راه يتموت نكوني نتقلب باش كني ثمر تاكي اتبد ذا شرقي ذا غربي عند ما يلا ذا زدايري لا سلام نون مرحبا يسون سكن مثلا سكن دوسام ضم شطوح ضم قران درق السمطوث والسلام عليكم. أيها الجزائريون وأيتها الجزائريات، الجزائر تستغيث، الجزائر تستغيث أينما كنتم أينما وجدتم. فاليوم هو يوم الخروج لنقول لا للظلم، نقول لا للطغيان، لا للاعتداء. أيها المحقورين، أيها المعدومين، أيها المنبذين، اخرجوا قولوا كلمتكم، قولوا لا، قولوا لا للظلم، قالوا لا للطغيان، قولوا لا للاستبداد، كفانا الاستبداد، كفانا
الحجرة اخرجوا لي كلمة 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 صدق، قولوا لا لأي لا، لا للظلم، لا للحجرة، لا للاستعباد، كفانا من اليتامى، كفانا من الدموع، كفانا من الجروح، كفانا من نصف الثروات، كفانا من نصف الثروات الباطنية والسطحية. لقد حان الأوان لبناء دولة التي لا تزول بزوال الرجال. كلمة صادقة، أين يجد الفقير لقمة العيش؟ أين يجد المحقور مكان يدافع عليه، دولة تدافع عليه تحميه؟ ليس شعارا وإنما قولا وعملا. حركة رشاد تنادي جميع التنظيمات الجمهورية، الحركات، الجمعيات، الأحزاب، المناضلين أينما كانوا، ويقولون لا، لا لتحيا الجزائر ويعيش أبناء المستقبل ويعيش أبناءنا، غدا يجدون كل خير في بلادهم. نقول لا للغربة، فرنسا هجرتهم بالقوة، واليوم هؤلاء هجروا أبناءنا وبناتنا وعمامنا وعماتنا بالاعتداء وبالحجرة وبالفقر والتهميش. مشكور الأخ حمو حسين على هذه الكلمات. قبل أن يعني واصل الحديث عن وقفة حركة رشاد يوم السبت بفرع العاصمة وكذلك مكتب رشاد بعاصمة العاصمة الفرنسية باريس، هناك كذلك مجموعة التحقت بدعوة المقاطعة، ولطالما البعض سأل عن هذه المجموعة لماذا لم يعني يتبين ويتضح ويستبين موقفها من الانتخابات القادمة، وهي عناصر وأفراد الجيش الإسلامي للإنقاذ. ينضم إلي من الجزائر أحد عناصر الجيش الإسلامي للإنقاذ وهو الأخ ضرار. الأخ ضرار مرحبا بك في برنامج منبر الأحرار. مرحبا، السلام عليكم أخ حمزة. أشكرك سيدي على تلبية المشاركة. أنتم أصدرتم بيان وضحتم فيه بأنكم لا تتبنون أي مترشح في الانتخابات القادمة، وتدعون إلى المقاطعة، وتؤكدون على الموقف السياسي والموقف الذي استمعناه عبر أو تأكدنا منه أو أتى إلينا عبر بيان قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ مؤخرا أنها لا تدعو إلى المقاطعة وتدعو إلى مرحلة توافقية أو مرحلة انتقالية ولا تتبنى أي مترشح كان. ولا يسعني الوقت أن يعني أن أسرد كل البيان، لكن ذكرتم، أريد أن ناقشك فيه فقط بسرعة، ذكرتم أنه منذ رفع الدولة لشعار المصالحة الوطنية ونحن كطرف أساسي نتبنى هذا المشروع، بل قمنا بأجرأ خطوة فيه وهي وقف القتال ثم وضع السلاح الذي كنا ندافع به عن أنفسنا وإعطاء الفرصة بعد الأخرى لمن يهمه مستقبل البلاد والعباد بصفتهم المسؤولون على قرارات الدولة كي يتم الوفاء بما التزموا به حتى تلتئم اللحمة بين أبناء الشعب الجزائري، لكنهم وللأسف الشديد عاملونا فظلموا وحدثونا فكذبوا ووعدونا فأخلفوا وأكثروا الكلام حول إصلاح الوضع في جميع الاستحقاقات فما صدقوا. ألم يشهدوا لنا بالمشاركة في صنع السلم ورجوع الأمن إلى ربوع الوطن؟ ألم يقل الرئيس يوما لولا الذين وضعوا السلاح طواعية لما تحقق شيء في البلاد؟ ثم ما كان منهم إلا أن ميعوا مفهوم المصالحة الوطنية بما يخدم توازناتهم المزعومة. كذلك يعني أستنبط فقط يعني مقطع آخر، قلتم في ظل هذا الوضع الذي أنتجته المصالح الفئوية والمساومات والتجاذبات السياسية حول هذه المصالح تصبح الانتخابات لا تعنينا في شيء، ومقاطعتنا لها يصبح فعل إيجابي ننشد من خلاله هز الضمائر الحية ولفت الانتباه إلى الوضع المزري الذي آلت إليه الدولة والشعب ونحن جزء منه. إن هذا الموقف هو رسالة واضحة تعبر عن تطلعنا إلى السلطة والطبقة السياسية الفاعلة لتلتفت إلى رفضنا لهذا العبث الانتخابي الذي يستخف بعقل المواطن ولا يلبي طموحاته. إن القائمين على هذا الإخراج المسرحي قد قاموا بتحديد النتائج سلفا وتم توزيع الأدوار الأساسية والثانوية وشراء الولاءات السياسية كما يجعلنا لا نقبل أن نكون شهود زور ولا أن ندعو أنفسنا لحضور هذا العرض الهزلي والهزيل ولا أن نحلب في إناء غيرنا
مع الخصوصية التي تمتع بها أفراد الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا، من حيث المطالب الخاصة يتطلعون إلى تحقيقها منذ أمد بعيد، فلا غرابة أن يتطابق موقفهم هذا من الانتخابات مع موقف الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي تبقى امتدادهم السياسي الطبيعي مع انفتاحهم على الآخرين والتعامل معهم على خدمة الصالح العام في إطار التعددية التي يقررها أو التي يقرها الدستور وتضبطها قوانين الجمهورية ومصالح الشعب. إن العدل أساس الملك وإن الظلم نذير بخراب العمران، قال الله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. حرر بتاريخ 8 أفريل 2014 أفراد الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا. الأخ ذرار، أنتم ذكرتم في البداية بأن ظلموا وعاملون فظلموا وحدثون فكذبوا ووعدون فأخلفوا، هل بهذا نفهم بأنكم أنتم في الجيش الإسلامي للإنقاذ السابق لا تؤيدون لا بوتفليقة ولا بنفليس ولا أي أحد من المترشحين؟ نحن يا أخي لا نؤيد النظام جملة وتفصيلا، وكل هذا عبارة عندنا عن عرض هزلي لا نشارك فيه ولا نكون شهود زور فيه، لكي نعطي الشرعية لهذا النظام الذي أخذ حقوقنا وحرمنا من حقوقنا وأبسط حقوق المواطنة، وهي على سبيل المثال مثلا حق الترشح. نحن محرومون من حق الترشح، فلماذا نشارك في هذا الأمر؟ نعم جيد. إذا أنتم تذهبون إلى أنتم يعني تؤكدون في هذا البيان بأن موقفكم يعني موافق أو يدعم موقف الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أي القيادة السياسية، ولا خلاف هناك؟ نعم، نحن رافد أساسي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، نتمل موقفها نتبناه، ولولا الخصوصية التي يتميز بها أفراد الجيش الإسلامي للإنقاذ لكنا في غنى عن إصدار هكذا بيان. جيد. السؤال الذي يطرح الآن، دوركم في المقاطعة سيد ضرار، دوركم أنتم تدعون الآن إلى المقاطعة، إلى المرحلة الانتقالية كما دعا إليها بيان الجبهة الإسلامية للإنقاذ، يعني كيف سيكون دوركم أنتم في دعوة المقاطعة؟ نعم يا أخي، نحن نساند وندعم كل الحركات النضالية التي تدعو إلى الحرية والعدالة وكرامة المواطن وصيانة مصالح الشعب. لا نملك إلا أن نثمن مثل هذه النضالات، وبطبيعة الحال نحن امتداد طبيعي لقيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ والقواعد. نحن مع الشعب، مع الشعب الجزائري. نعم. السيد ضرار، أنتم استمعتم إلى مداخلة بنفليس في ولاية تبسة، كيف يعني كان يعني هل تناغمتم مع ما يعني ما قاله، أم يعني تحفظتم وأخذتم موقف مما صرح به في مدينة تبسة؟ نعم، نحن استمعنا مثلا لتدخل السيد بنفليس في ولاية تبسة، ربما هو السيد علي بنفليس يعطي بعض الإشارات، ولكن بالنسبة لنا فهي قصيرة، كحديثه مثلا عن تطوير المصالحة لم يحدد أي إجراءات سيقوم بها تجاهنا، على عكس حديثه عما يسمونه مقاوم الإرهاب كان يتحدث بالتفصيل عما يخصهم، والجميع بما فيهم السيد بنفليس يتحاشى الحديث علانية عن قضيتنا التي تحتاج فقط إلى تفعيل النصوص الموجودة مثلا في قانون المصالحة ومرسوم 2000 الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. جيد، أعود إليك كذلك إلى البيان. أنتم قلتم بأنه ألم يشهدوا لنا بالمشاركة في صنع السلم، ثم قلتم: ثم ما كان منهم إلا أن ميعوا مفهوم المصالحة الوطنية بما يخدم توازناتهم المزعومة. أود أن أقول لك، وكذلك قلتم: عاملون فظلموا وحدثون فكذبوا، لكن استمعت إلى الشيخ مداني مزراق، ويعني يعتبر يعني قد نقول هو يعني خبر أو مصدر ثقة يتحدث باسم الجيش الإسلامي للإنقاذ، يقول في أحد حلقاته بأن السلطة قد وفت معه، بأن ملف خاصة جهاز المخابرات وجهاز الديراس كان أحد الأوفياء لما توعدوا أو تعهدوا به للجيش الإسلامي للإنقاذ. ما ردكم على هذا؟ الشيخ مداني مزرق بطبيعة الحال مصدر ثقة، فهو قائدنا الأول وهو الذي بشر الاتصالات مع النظام، ولكن فيما يخص حديثه عن الديراس والدولة هو يتكلم على مستوى النوايا، ولكن على مستوى الفعل فإنه يحسب النسبة التي قدرها وشخصيا لا تتعدى 5% من الأمور التي تحققت من هذا الاتفاق هذا، والأمور مثلا على مستوى الوثائق.
لم تسوى وضعيات الإخوة، لازال الكثير منهم محل بحث من طرف الجهات الأمنية. مثلا الأخ عكاشة عرهور بحوزته مرسوم عفو رئاسي صدر في سنة 2000، ثم يسجن في قضية قبل صدور العفو، وهو يعاني أمراض عدة داخل السجن، وأولاده يعانون الفقر خارجه. الأجهزة النظامية خط أحمر بالنسبة لعناصر الجيش الإسلامي للإنقاذ ولأهليهم ولمن تربطهم علاقات قرابة بهم. لا يسمح للمنتمين إلى هذه الأجهزة النظامية حتى من مصارعة من له قرابة بهذه الفئة. الكثير من الإخوة يعانون من الكلام أن هذا الكلام الإدماج والتوظيف المهني. نعم، يعني أنا أفهم منك أن هذا الكلام يلزم فقط شخص مدني مزراق ولا يلزم كل الجيش الإسلامي للإنقاذ. لا 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 قلت لا 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 يلزمه، هو يتكلم على مستوى النوايا، ولكن فيما يتحقق من مشروع المصالحة هو قال بلسانه أنه لا لم يتعدى على مستوى الفعل على أرض الواقع 5%. لا تناقض. نعم، يعني هل ألا نفهم ربما أن نستمع يوما ما أو في الأيام القادمة ربما الجيش الإسلامي للإنقاذ يتبنى مترشح معين داخل الانتخابات؟ لا يا أخي، هنا هذا البيان هذا صدر بعد مشاورة الإخوة والاتصال بجميع الإخوة على مستوى الشرق وعلى مستوى الغرب. حتى الشيخ أحمد بن عيشة هو يتبنى موقف الجبهة الإسلامية للإنقاذ وهو قائد الجهة الغربية بأكملها من الوطن. أشكرك الأخ ذرار. لدي فقط سؤال قبل أن يعني أن أودعك. استمعت أن الحصة هي مخصصة لوقفة حركة رشاد السبت القادم، هل تثمنون هذه الوقفة؟ نعم، أنا كنت عشرت سابقا أننا نحن نؤيد كل النضالات التي تدعو إلى الحرية والعدالة وكرامة المواطن وصيانة مصالح الشعب. قلت لكم بما فيها حركة رشاد هي حركة نشطة في هذا المجال، نحن نؤيدها بالطبع. أشكرك سيد ذرار أحد عناصر وأفراد الجيش الإسلامي للإنقاذ، كنت معي من الجزائر. أعود إلى الأخ دعدي. من هل دعدي يستمع إليه؟ هل الأخ دعدي يستمع إليه؟ محمد دعدي هل معي؟ نعم نسمعك أخي. جيد أخ دعدي، أعود إليك إلى الوقفة. يعني أنت تكلمت عن أن يعني الوقفة ستكون يعني طبعا سلمية إلى غير ذلك. أنتم الآن تدعون إلى المقاطعة، بينما نستمع إلى رئيس الحكومة السابق أحمد أوياحي يقول بأن دعاة المقاطعة هم دعاة للعنف. والله إذا كان أوياحي يقول أن دعاة المقاطعة وما دعاة عنف، والله يعني ما نعرفش أنا وش هو السلم. إذا كان واحد يقول ما شاركش هذا عنف، يعني والله العنف أنا والله السلم وراه ماذا؟ والله ما بي أنك تشارك معك، يعني نروح ننتخب ونفوطي على بوتفليقة باش نولي يعني سلم؟ ولا يعني والله ما فهمت أنا مفهوم العنف هذا. ولا العنف هذا حتى أباك ما عندوش خويا حمزة ما عندوش تعريف عالمي. حتى الإرهاب، كلمة الإرهاب ما عندهاش تعريف عالمي، كلمة عنف ما عندهاش تعريف. والله غريب يعني هذا الناس، هادو الناس يهدونا يعني باش أنا أقول لك شوف نكون معك صريح، هذا الناس يقول لك العنف اللي قطع العنف باش غدوة كي يضربك يقول لك هذيك هي، ما قلت لكش اللي قطع العنف باش كي يسجنك ويتعدي عليك ولا يضربك ولا يقول لك هذه هي. انا نخشى انه هذه رساله يعني رساله لقوه الامن يعني ولا الجهات الاخرى باش يقمعوا اي مقاطع واي احتجاج اي وقفه سلميه ولا هذه. هذا واش نفهم انا من هذا الرجل صاحب المهمات القذره هذا، لانه هو صاحب المهمات القذره بالتالي يعرف غير كلمه العنف. وهذا احنا وقفتنا سلميه وستبقى سلميه، احنا كاع الوقفات تاعنا سلميه. والأمانة أخي حمزة حتى لا أنسى يعني إن شاء الله باش من قبل 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 الختام، أنه اتصلنا بحركة بركات، ولكن عندي أكثر من أسبوع اتصلت بهم مرتين، ولكن للأسف الشديد ما ردوا لناش على أساس باش يساندونا ويجوا يوقفوا معنا ويرفعوا حتى الشعارات تاعهم. يعني جماعة رفض مثلا جيت رفضت شعار تاعها، ما عندنا حتى أي إشكال. إحنا ما عندنا حركة بركة 52 مثلا ترفع شعار حتى نعطي الكلمة لهؤلاء الممثلين على الحركات أو المشاركين. يعني حركة بركات اتصلت بهم أنا شخصيا مرتين ما ردوش عليا، يعني لحد اليوم مازال ما ردوش عليا. والشخص اللي اتصلت به يعرفني ولا عرفه، يعني لا داعي لذكر اسمه، ولكن لحد اليوم
اتصلت به مره قال لي دوك نعاود نتصل بيك، اتصلت به بعد 4 ايام ولا قال لي ما ردش عليا، زدت عاود اتصلت به قال لي راني في اجتماع، قال لي وما عاد نعاود لك وما رديش. يعني هذه للتاريخ فقط، حتى لا يعتقد البعض او البعض اننا اقصائيون وما الى ذلك، عندنا مشكل مع جهه معينه او طرف معين. احنا ما عندنا حتى مشكل مع اي جهه واي لون من الوان الطيف الجزائري. نعم احنا يجي اليميني مرحبا به، يجي اليساري مرحبا به، يجي اللائكي مرحبا به، يجي الشيوعي مرحبا به، يجي الاسلامي مرحبا به، مرحبا بالجميع يعني. نعم دا اعود ابقى معي الاخ دعدي، اعود الى اخ يحيى مخيوبه من باريس. الاخ يحيى مخيوبه، اود ان نتطرق معك الى موضوع الحمله الانتخابيه، كيف تقرؤون الحمله الانتخابيه وخاصه انك زرت الايام الماضيه الجزائر؟ أخي حمزة، يعني نقطة على القوات الأمن، يعني موقف قوات الأمن أو رجال الشرطة ورجال الدرك، نعم كما تفضلت وقلت أني منذ أيام قليلة كنت في الجزائر، الجزائر العاصمة، وهذا بمناسبة يعني جنازة الوالد رحمه الله. نعم يعني ونجدد لك كنت العزاء. التقيت، بارك الله فيك، كنت التقيت يعني بالعائلة وبالجيران وبالأحباب. وفي العائلة والجيران والأحباب هناك يعني من يشتغل في الشرطة، وهناك من يشتغل في الجيش، وهناك من يشتغل في الدرك. والله أخي حمزة، يعني لو كان تستمع الكلام يعني هاد الناس اللي راهم في قوات الأمن أو أسلاك الأمن، يعني هم يتكلمون كلام أكثر مما تتكلمه حركة رشاد. حركة رشاد التي يصفها هذا النظام بأنها راديكالية وبأنها عنيفة وبأنها، حتى قد قالوا علينا بأننا إرهابيين. نحن نتكلم كلام يتكلمه أكثر منا وأكثر حدة من يخدم هذا النظام في قوات الأمن. يعني رجال الشرطة ورجال الدرك ورجال الجيش باختلاف رتباتهم يعانون الأمرين من هذا النظام الظالم، كما يعاني باقي المواطنين والمواطنات الجزائريين والجزائريات الذين يشغلون مناصب مدنية أخرى في التجارة أو في الإدارة العمومية. يعني لا يخطر علينا على بالنا أنه رجال الشرطة أو رجال الدرك أو رجال الجيش هم فرحين بهذه الوضعية، لأني شخصيا لاحظت يعني عند وصولي للمطار لاحظت يعني ما يسمى باللغة الأجنبية لا ديميسيون دو ليتا، يعني استقالة الدولة. ليست هناك دولة، هناك وجود كثيف لقوات الأمن خاصة في العاصمة، لأنهم يعلمون أن التغيير يحدث في العاصمة وأن الأنظمة تسقط في العواصم، وإن سقط النظام الجزائري سوف يسقط في تكنته الأخيرة وهي العاصمة الجزائر. ولكن وجود المكثف لهذه قوات الأمن لا يعني وجود الدولة. يعني ذهبت شخصيا إلى لكي أزور الجزائر العاصمة، العاصمة القديمة، يعني القصبة، شارع بابا عزون، المسرح الوطني، لاريو تشار، جامع اليهود. والله أخي حمزة، لو ترى يعني تراكم، حاشا يعني حاشاكم حاشا المستمعين والمستمعات، تراكم الزبالة في هذه الشوارع الرئيسية للعاصمة القديمة التي كانت في الثمانينات حينما كنا نعيش أشد أوقات الأزمة الاقتصادية والمالية، كانت هذه الشوارع نظيفة. الآن هذه الشوارع ممتلئة بالزبالة، حتى نتكلم بالدارجة، حتى الدراوج تاع لاكاسبا ممتلئين حشاكم شكاير تاع الزبل. هذا ليس لأن الجزائريين أو لأن الدولة أو مصالح البلديات لا تستطيع أو لا تعرف كيف يعني تنظف هذه الأحياء، لهم خبرة 50 سنة في هذا الأمر، ولكن الدولة استقالت. نعم يعني رأيت الأخ مخيوبة، بعيني الأخ أن يحيى لا وجود للدولة، نعم حتى نجيز لا فقط في حتى السكن، نجيز، لا تفضل. دعني أعود بك إلى الحملة الانتخابية. الانتخابية لاحظت، أولا لاحظت يعني أمرين. الأمر الأول أنه تكلمت مع ما يقارب 500 أو 700 شخص بمناسبة الجنازة، لم ألقى شخص سواء كان يعمل في الإدارة أو يعمل في أسلاك الأمن أو تاجر أو لا يعمل بطال، لم ألتقي بشخص واحد في العاصمة قال لي أنه راض على بوتفليقة أو أنه راض على النظام أو راض على العهدة الرابعة أو أنه سوف يذهب لينتخب لبوتفليقة أو لغير بوتفليقة. وهذا شيء جديد لم أراه في 99، لم أراه في 2004، لم أراه في 95، لم أراه منذ 3 سنوات 4 سنوات، يعني بمناسبة زيارتي الأخيرة للجزائر
كان دائما هناك 20-30% من الناس، منهم من أفراد في عائلتي، يدافعون على رصيد بوتفليقة السياسي، يدافعون على النظام بطريقة يعني مباشرة وغير، ولكن هذا الناس اليوم غيروا رأيهم لأنهم رأوا بأعينهم وعاشوا يعني هذه ما أسميه أنا استقالة الدولة الجزائرية في كل المجالات. ثانيا، والأمر الثاني والذي أدهشني، أنا شخصيا العبد الضعيف عشت الحملة الانتخابية لرئاسيات 99 من داخل هذه الحملة، وفي ذلك الوقت كنت شخصيا يعني أساند حملة السيد حسين أيد حمد الذي كان مترشحا للرئاسيات، ويعني كانت لي رؤية لما يسمى بالحملة الانتخابية في سنة 99 والزخم الشعبي والاجتماعي لهذه الرئاسيات، والتي انسحب من أجلها من أجل يعني نتيجة التزوير المبرح 6 مترشحين وبقى بوتفليقة وحده. صدقني أخي حمزة، كانت العاصمة تعيش هذه الحملة، حتى وإن كان يعني أكثر من 50% من سكان العاصمة لم يذهبوا للتصويت أو لم تكن لهم نية في التصويت لأنهم فقدوا الثقة في هذا النظام، ولكن كان هناك جو انتخابي، يعني أين تذهب هناك مداومات الآن، هناك الآن في انعدام جو انتخابي. الآن أخي حمزة، نعم. أنا أتكلم عن العاصمة ولم أخرج من العاصمة، نعم. لم أحس نفسي في عاصمة بلد تعيش حملة انتخابات رئاسية. يعني جيد جيد، أعطيني وصف فقط لما يجري الآن في يعني مندوبي عبد العزيز بوتفليقة، يعني هو الآن في قصر المرادية، لا وأرسل مندوبيه يعني سلال ويحيى وبالخادم وغيره وغيره. والله أعطيك مثلا المندوبين، أتكلم على شخص مثلا، وأنا أعرف أنا من حي الحراش، أن أعطيك مثل يعني عاشه يعني أفراد العائلة نتاعي في مثلا حي واد سمار المسمى بوليو، في انتخابات تشريعية الفارطة أين ذهب السيد عمار غول وهو أحد مندوبي بوتفليقة حاليا، يعني كما يقولوا بالدارجة حوزوه في حي الحراش في حي بلفور، كان هناك تجمع في ما يسمى سينما سبلونديد، تجمع مصالح بوتفليقة، والله الناس تمشي في الزنقة وحاشاكم يعني تسب في الناس لدير هذيك التجمعات ولتحضر هذيك التجمعات، يعني إلا ربي يغفر لي إلا من شر ما خلق من هناك في خاصة في في مندوبيات بوتفليقة. وأنا لا أقول أن المندوبيات الأخرى يعني من خير الناس، ولكن الجزائريين لاحظ أن هناك رفض يعني كما يقولوا شبه الإجماع لمنظومة الحكم ولهذه المسرحية، نعم. التي يراد لها اسم انتخابات رئاسية. نعم، بإجاز، هل تريد أن تعلق على ما جرى في بجاية يحيى مخيوبة؟ ما جرى في بجاية أخي حمزة وما يجري الآن في غردايا، هناك أولا رفض يعني يعبر على الرفض الاجتماعي خاصة الشباب لهذه المهزلة الانتخابية، ولكن أنا أحذر من الانزلاقات الأمنية التي قد يريد بها باطل، لأنه العبد الضعيف إذا رأى هذا أو أحس بهذا الرفض العارم لمنظومة الحكم، أظن أنه بأن أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية تعلم هذا يعني كما يقولوا بالدرجة خير مني، وهم قد يريدون إجهاض ثورة سياسية سلمية نشاهد ثورة يعني عنيفة. الآن نشاهد الأخ يحيى، نشاهد الفيديو يعني يوضح نعم. يعني مظاهرة الجزائريين حذاري من العنف. تعليقك. نعم. نعم نعم للتواصل، نعم للتظاهر، نعم للتظاهر السلمي اللا عنفي، ولكن العنف لن يؤدي إلا بقاء هذا النظام، ونحن شاهدنا العنف في التسعينات، وشاهدنا أكتوبر 88 الذي كان عنيف ورد عليه بأعنف، ولكن بالخادم ما زالوا، الأفلان ما زالوا، والمخابرات ما زالها. عندي لا سؤال. نريد العنف لأن العنف يخدم هذا النظام وبقاءه لسنوات أخرى. الأخ يحيى فقط عندي سؤال، يعني سلال قد علق على ما جرى في بجاية، قال أنه تطرف، يعني من يعارضه يسميه تطرف، وكذلك هناك أود منك أن تعلق لي ما دلالة تم اعتداء على قناة النهار؟ نحن طبعا ضد أي اعتداء وضد أي يعني استعمال العنف إلى غير ذلك، لكن ما دلالة هذا الاعتداء الأخ يحيى؟ أبدأ بالسؤال الثاني، الاعتداء على قناة النهار، والحمد لله كان لي الشرف ولك ولكل إخوة العاملين في تلفزيون رشيد أننا كنا أول تلفزيون جزائري حر منذ الاستقلال بعد التلفزيون العمومي، ومن بعده انشئت هذه القنوات الأخرى في الجزائر وخارج الجزائر. هذا دلالة على النضج السياسي للشباب الجزائري الذي يعرف من هو من هو الصحفي ومن هو المرتزق،
من هو التلفزيون الحر ومن هو التلفزيون العميل. وأنا أتهم صراحة الاتهام هذا التلفزيون الذي يسمينه الشباب الجزائري تلفزيون العار، بأنه يعمل على إشعال نار الفتنة. وأكبر دليل، أكبر دليل على من يرأس هذا التلفزيون اتهم بأنه ابن حركي، وأنه يعني دليل المخابرات سابقا، وأنه زار يعني كل مرة يزور السفارة الأمريكية ومقرات الحفل الأطلسي في أوروبا، ونحن لنا الصور والفيديوهات على هذا. ثانيا كلام سلال عن الفتنة، يعني أول فتنة يا سيد سلال هو أن يولى الأمر العام لغير أهله. وهذا الأمر يعني حذرنا منه الرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال أنه من علامات الآخرة. أقول لسيد سلال، أنت علامات من علامات قيام الساعة، يعني أن تصل الرداءة إلى منصب رئيس الوزراء وتتكلم لنا الآن عن الفتنة، يعني نقول له روح تقرأ، تعلم تقرأ قبل ما تتكلم عن الفتنة. نعم، قبل أن أعطيك التعليق على أحداث غردايا سنعود إليها، أعود إلى محمد دعدي من الجزائر. هل محمد دعدي يستمع إلي؟ نعم أخي. الأخ محمد دعدي، أود منك فقط تعليق على ما قاله الوزير، وزير الشؤون الدينية غلام الله، يعني يعتبر بأن الانتخاب واجب وبطولة، وكذلك يستغرب المتحدث، يعني يستغرب هو الوزير، يعني لما جاء في الصحف الجزائرية، من دعاة مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويقول لكم أنتم أصحاب وقفة رشاد يوم السبت، يقول لكم معتبرا أنهم ليسوا على صواب ووصفهم بالغشاشين، ومعتبرا أن مجرد إساءة الظن في مرشح يعد جريمة. ما تعليقك على هذا السيد محمد؟ والله فيما يخص تعريف البطولة، البطولة هي وقفتنا أمام البريد المركزي، هذه بطولة. البطولة هي أن تقول للظالم لا في وجهه، هذه بطولة. البطولة أن تقف رغم التهديدات والقوة الأمن وكل شيء، يعني التخوين والتخويف والترهيب والترعيب، وأن تخرج وتوقف أمام البريد المركزي هو أزرق بقوة الأمن مدججين بالعصي وما إلى ذلك، وتقول يسقط حكم العسكر، وتقول بركات من حكم المخابرات، وتقول لا وجد ولا ديارات جزائرية الأساس. هذه البطولة يعني أول شيء. فيما يخص الغش أنا أعتقد أنه لما يكون رئيس الجمهورية مريض وخلاص مش قادر ما يتكلم، ويقولون ما هوش أو مليح أو برا أو قف أو يتكلم، هذا الغش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. الغش أنك تغش الأمة تاعك، في الغش أنك تعطي الحقائق، تزيف الحقائق للشعب، الشعب الجزائري، الشعب تاعك، هذا تزيف الحقائق بوسائل إعلام لا علاقة لها بالواقع. وسيلة إعلام المفروض أنه تنقل الحقيقة للشعب، أنه توعي الشعب، هذا تزيد له الوعي السياسي. للأسف الشديد كما قال أخي يحيى، قال هي يسموها قناة العار، وهنا كذلك نعطيك اسم آخر يعطوها يطلق عليها اسم الاستحمار، يعني تستحمر الناس، يعني حقيقة أن هذه الوسائل، بعض وسائل الإعلام تعاطت مع وقفة رشاد مثلا فرع العاصمة لما خرجنا أول مرة، على أساس أننا ركبنا الموجة وما إلى ذلك، رغم أنه إحنا سنين وسنين نضرب، وواحد ما جاء ما صورنا على الأقل، يعني يخدوا صور، كانوا يجوا بعض يصورونا هكا، ولكن لا يتظهر لنا أي صورة في 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 كل القنوات هذه اللي ظهرت يعني في في في, في السنوات الأخيرة. للأسف الشديد أقول لهؤلاء الوزير، هذا وزير الشؤون الدنيوية، أقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، وانت يعني يوم القيامة يجيبك الله سبحانه وتعالى وانت مغلول يدي، ويحاسبك على 40 مليون واحد غشيته، وكل واحد يوقف يحاسبك الله سبحانه وتعالى وانت مغلول اليدين، يجوز 40 مليون يعجبوا كل واحد يسأل الله سبحانه وتعالى إذا غشك هذا. أنا أقول له أنت يا وزير الشؤون الدينية، أنت غشاش، أنت الغشاش الكبير، أنت الغشاش الكبير، لأنك تغش الرعية تاعك، وتغش حتى الحكام، تقولهم باللي راكم إيه وراكم ملاح وراكم ما شاء الله عليكم. حتى نزيدك من الشعر بيتا كما يقال، أنه
يظهر علينا بعض الناس في الفيسبوك وما الى ذلك، يكتب لك ولي الامر ولا يجوز الخروج عليه وكذا. نحن لسنا في دولة اسلامية اخي، نحن في دولة في جمهورية جزائرية ديمقراطية شعبية، يحكمنا القانون والدستور، لا يحكمنا القرآن والقرآن والسنة. اذا احنا لما نخرجوا هذا الوقفة الاحتجاجية وتظاهر السلمي هذا يكفله القانون والدستور، كما يقال والله شبعونا خرج، شوفوا شبعونا قرنينا، شبعونا براقة، يظلوا غير هكا يهضروا برك هكا ولي الأمر وكذا، ما كان لا ولي الأمر لا والو. اللي يشرب الخمر حلال في الجزائر يشرب الخمر، ايه روح تبرنا وشرب الشراب نورمال. يا أخي بومدين قالها يتبرنا والجامع، بس راح ترفع شعار لا إله إلا الله فوق بيتك يسجنوك عام. نعم. إذا ما يقولنا الأخ محمد دعدي، هل لديك كلمة أخيرة تود أن توجهها نداء عبر منبر الأحرار؟ والله كلمة أخيرة، شوف حركة رشاد راح تنظم وقفة يوم السبت إن شاء الله، هذا السبت إن شاء الله 12 أفريل 2014 على الساعة 10:30 إن شاء الله، إحنا نكون حاضرين إن شاء الله بقوة. وقفة سلمية فقط على الساعة 10:30 بالضبط أمام البريد المركزي بالعاصمة، أمام البريد المركزي بالعاصمة. وقفتنا سلمية، احنا ناس سلميين، احنا ضربونا وما هضرنا والو، احنا سحبونا وسبونا وشتمونا حتى بالوالدة تاعنا بالأب والأم تاعنا، ولم ننطق بانتشافة كما يقال. احنا هدفكم من هذه الوقفة كيفاش؟ هدفكم من هذه الوقفة؟ أهدافنا من هذه الوقفة أن نقول للناس اليوم يقولوا بلي حركة رشاد متواجدة بالخارج قاعدين لهيه وياكلوا ويتنعموا وحبوا يديروا الفتنه هنايا، نقول لهم بلي حركه رشاد متواجده في الجزائر، حركه رشاد عندها الاحرار ولا 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 ولا, 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 ولا كما يقول لك عندها الرجال وعندها النساء تاعها. يوقفوا نهار السبت ان شاء الله ويبينوا العالم كاع، ويبينوا لهذوك اللي يقولوا بلي ايدي اجنبيه تحركهم، ونقولوا بلي احنا الجزائريين حركه رشاد، اعضاء حركه رشاد من الشعب الجزائري، من صلب الشعب الجزائري، من عمق الجزائر العميقه ان شاء الله، نخرجوا ان شاء الله كاع نوقفوا امام البيت المركزي، نقولوا يد واحده ضد الفساد والاستبداد. وبارك الله فيك اخي حمزه. اشكرك الاخ محمد داعدي عضو حركه رشاد، كنت معي من الجزائر. اعود اليك الاخ يحيى مخيوبه، وقد قربت على نهاية الحصة، ومن الضروري أن نعرج على أحداث غردايا. ودعني أقول لك الأخ يحيى مخيوبة، وهذا ما يعني ما ساقته الجرائد الجزائرية اليوم عن لويزا حنون مرشحة حزب العمال للرئاسيات، تقول بأن المنظمات غير الحكومية وجهاز اتهمت هي اتهمت المنظمات غير الحكومية وجهاز الاستخبارات الأمريكية بالوقوف وراء أحداث غردايا وبالتواطؤ مع عصابات داخلية تريد توسيع إمبراطورياتها المالية على حساب استقرار الجزائر. وهاجمت كذلك في الصحيفة، يعني هاجمت بنفليس وأنصار وانتقدت أطرافا، قالت إنهم يريدون فرض رئيس للجزائر على ظهر الدبابات الطائرات والدبابات الأمريكية. يعني ورغم الأخ يحيى فقط للتذكير أن وزير الدولة وزير الداخلية وجماعة المحلية الطيب بالعيز ينفي وجود أدلة لتورط أيادي أجنبي في أحداث غردايا. ما تعليقك الأخ يحيى وما توجهه لإخواننا وأخواتنا في ولاية أولاً غردايا؟ يعني في كلام السيدة لويزا حنون، يعني أقول قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن لم تستحي فافعل ما شئت. هذه السيدة عندما كانت مستقلة في رأسها ذهبت في 95 إلى روما وأمضت العقد الوطني، والذي اتهموا يعني الناس اللي كانوا في روما في سانتيجيديو بأنهم يعملوا لصالح مصالح أجنبية وأنهم حركوا من طرف السي آي اي وإلى غير ذلك من الكلام. يعني السيدة لويزا حنون إذا كان هذا الكلام صحيح فهي شاركت فيه. الآن السيدة لويزا حنون النظام عرف منذ سنوات، خاصة منذ مجيء بوتفليقة سنة 2000-2001، عرف ثمن هذه السيدة وعرف كيف يشتريها. والآن الجزائريين والجزائريات، أنا أدل الجزائريين على مقرها الوطني القاطن في الحي الذي أسكن فيه أنا، في حي حسن بادي، حي بلفور في الحراج، كيف كانت هذه السيدة، وأي سيارة كانت تستقلها يعني قبل وصول بوتفليقة، والآن في أي سيارات فخمة تمشي فيها، وكيف أصبح مقرها الوطني بهذا الجمال وهذا الزخم من أموال الشعب الجزائري. يعني العارف الوضع الاجتماعي لهذه السيدة ولأعضاء حزبها قبل 99 وبعد 99
قد يفسر لك السيد أخي حمزة الكلام الرديء والدنيء الذي تقوله هذه السيدة في المعارضة. وأنا كنت أتمنى لها أن تدخل الحكومة وتصبح وزيرة، ولكن هي أكثر حيلة في عملية الشيتة كما يقال، هي تشيت من برا وما تشيت من داخل. نعم، أحداث غردايا أخي حمزة، يعني تكلمت عن الرديء سلال والذي وصفته، وأنا أتحمل مسؤولية كلامي أنه علامة من علامات قيام الساعة. هذا الإنسان كان وزير أول، والبارحة يذهب أو بعد قبل البارحة يذهب إلى غردايا في إطار الحملة للسيد بوتفليقة، ويقوم بتجمعين سياسيين، تجمع للمزار وتجمع للشعانبة. يعني بالله عليك أخي حمزة، من كان وزير أول، من يدافع عن ما يسمى برئيس الجمهورية، من يدافع عن الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية، لأنهم عند انقلابهم ضد إرادة الشعب في 92 قالوا نحن ننقلب لكي يعني ننقذ الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية. من يدافع عن الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية يقوم في ولاية أو في مدينة جرات فيها فتنة كبيرة خاصة في الأشهر يعني الفارطة، ودير تجمعين، يعني تجمع للشعانبة وتجمع للمزاب، يعني يقر الفتنة ويشجع الفتنة ويزكي الفتنة، ويقول أنا هنا نتكلم عن مزاب وحدهم ومع الشعانبة وحدهم. ونحن نعرف في حركة رشاد وفي أدبيات حركة رشاد، وكل مواطن يعني لما يسمى من الضروري أن يكون عضو في حركة رشاد، أن الجمهورية توحد بين الناس ولا تفرق بين الناس. وأول دولة قام بها الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وحد بين الأنصار والمهاجرين، وهذا الوزير الأول اليوم في 2014 يفرق الجزائريين في غردايا، يفرق الجزائريين في بجاية، يفرق الجزائريين ويهددهم بالإرهاب ويهددهم بتنكنتورين. أنا أقول له لولا أنت كنت وزيرا أولا لم تكن عملية تنكنتورين، لم يدخل جماعة مسلحة 7 أشخاص أو 10 أشخاص ليداهموا أكبر منشأة غازية جزائرية، لأن الرداءة كما قال المرحوم عبد الحميد مهري رحمه الله، قال للرداءة في الجزائر رجال. أنا أقول للرداءة في الجزائر جيش، جيش من الرجال من المدنيين والعسكريين. يعني أصبحت اليوم الجزائر ترأس من طرف رئيس، عندما يقف أو يقعد يصبح حدث سياسي، ترأس حكومتها من طرف رديء مثل السيد سلال لا يستطيع حتى القراءة، ويعني تدار إداريا من رئاسة الجمهورية من طرف السيد يحيى الكذاب السراق الذي كذب على الجزائريين، الذي زور الانتخابات كما قال أخي دعدي، يعني قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني من يزور للمسلمين أو يخون المسلمين فليس منهم، من سرق أموال المتقاعدين في التسعينات ولم يردها عليهم. هاد الناس يعني من كانوا من 88 بالخادم حتى الأويحية حتى البوتفليقة ما زالوا اليوم يريدون تركيس الرداءة. وفي حركة رشاد ننادي الجزائريين القاطنين في الجزائر، وهذه صفعة في من كان يتكلم ويقول أن حركة رشاد حركة تاع جزائريين عايشين في الخارج. اليوم حركة رشاد ودائما متواجدة في الجزائر وتنظم تجمع سلمي في قلب العاصمة في ساحة البريد المركزي يوم السبت على الساعة 10:30 صباحا، ندعو فيها الجزائريين والجزائريات بكل الأطياف السياسية، ونحن لسنا بالأقصائيين، وحتى الأحزاب السياسية والحركات التي تريد المجيء والمشاركة بشعاراتها الحزبية مرحبا بها. الإقصاء يقوم به النظام وليس نحن، نحن ليس من الإقصائيين، بل نحارب الإقصاء، لأن الجزائر لو أردنا أن نبنيها جميعا كلنا من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب، ومن من أقصى اللائكي إلى أقصى الإسلامي. هل لديك كلمة تريد أن توجهها لأهلنا في غردايا؟ يعني أهلنا في غردايا وهم يعني أدرى بأمورهم مني، ولكن أنا أظن يعني أن الشعب، شعبنا العزيز في غردايا، سواء كانوا من إخواننا المزاب أو من إخواننا الشعانبة، قد داروا ماذا يحاك بهم. يعني هذه الفتنة مدروسة من طرف النظام كي يعني تشعل النار ويضع في غردايا وفي غير غردايا، ويضع النظام نفسه في تحت جلد يعني رجل مطافئ، يعني أنا أمي النار، يعني كما يقال باللغة الأجنبية مواء ولو ديليوج.
نحن نقول له في حركة رشاد ونقول لإخواننا في غردايا، النار هو هذا النظام وشاعل الفتنة هو هذا النظام، والدليل التجمعين الذي قام بهما السيد سلال الرديء مع المزاب ومع الشعنبة في أول مرة في تاريخ الجزائر، تفرق غردايا إلى فرقتين سياسيا من طرف من كان وزيرا أولا ومن طرف من يدافع على العهدة الرابعة للرئيس الحالي، حذاري من الوقوع في فخ الفتنة، الفتنة يريدها سلال وأمثال سلال. لنتنظم كجزائريين في غردايا وغير غردايا مستقلين عن هذا النظام استقلالا تاما في مجتمع مدني قوي، ونطالب بحقوقنا السياسية والنقابية والاجتماعية بطريقة مستقلة بطريقة حضارية بعيدا عن العنف، يريدون العنف ليبقوا ونحن نحارب العنف كي يذهبوا. نعم. توقعاتك في الأخير أخي مخيوبة، توقعاتك للمهزلة الانتخابية القادمة؟ يعني أخي حمزة، يعني on n'est pas obligé de faire Harvard يعني pour comprendre la situation politique، يعني مش من لازم انك تخرج من جامعة ييل او هارفارد او كولومبيا حتى يعني تتوقع ماذا سوف يحدث يوم 18. يوم 18 سوف يخرج الوزير الداخلية ويقول انه بوتفليقة هو الرئيس. يعني لا ننسى تصريح وزير الداخلية السيد طيب العيد منذ أشهر في اجتماعه مع الولات، قال لهم بعد الانتخابات سوف تكون هناك حركة ولات، وسوف تكون الحركة حركة ولات بناء عن نتائجكم. وعلى أي نتائج يتكلم؟ يتكلم عن النتائج التي سوف يعطيها كل والي لوزارة الداخلية بالنسبة إلى المترشح والرئيس الحالي بوتفليقة. يعني هذا النظام نظام بوتفليقة، ومن أتى بوتفليقة قائم وبوتفليقة سوف يفوز. ولكن سمعت بعض المترشحين وخاصة سيد بن فليس يقول أنه هذه المرة يوم 18 إذا يعني زورت الانتخابات كأنه يشك أن الانتخابات سوف تزور، وأنه وهو مقنع أن الجزائريين سوف ينتخبون، وهذا غير حقيقي. هو لا يشك فقط، هو يقول أنه لديه أدلة يعني أنه في مؤشرات بدأ، يعني عملية التزوير قد بدأت. مؤشرات عملية التزوير في قانون الانتخابات أصلا، في قانون الانتخابات أصلا هي مؤشرات التزوير. يعني القضاة الذين يعلنون النتائج والذين تنقض هذه النتائج أمامهم معينون من طرف رئيس الجمهورية، وإن لم يرضى عنهم رئيس الجمهورية لو وقف مسارهم المهني. والسيد بن فليس هو قاضي ومحامي ويعرف هذا الشيء خير مني. يعني ولكن ماذا سوف يحدث يوم 18؟ الجديد أنه بن فليس قال أنه هذه المرة سوف يبقى في الشارع ولن يخرج، وإذا زورت الانتخابات، والانتخابات سوف تزور، وإن لم تزور حتى وإن لم تزور سوف تعطى نتيجة يعني هزيلة للسيد بن فليس، لانه اذا اعطوا له في 2004 6% انا اظن اختار يعطوا له 2 او 3% لاهانته شخصيا. ولكن الجديد انه سيد بن فليس يقول له انه سوف يبقى في الشارع، وان هناك بعض القنوات ما يسمى بالقنوات الحره تساند السيد بن فليس من الداخل الجزائري. انا اظن انه يدبر في بعض المخابر المعروفه، يدبر هناك حراك شعبي. انا قلت في بدايه الحصه أن هناك غضب عارم على النظام، والناس اللي في المخابر السياسية للنظام فهمت هذا الشيء وعندها هذه المعلومات، وتريد يعني توجيه هذا الغضب نحو ثورة أو ما يسمى بثورة سياسية على بوتفليقة ولكن ليس على النظام. وهذا الفارق ما بين هذه الناس وما تطالب به حركة رشاد وشركاء حركة رشاد وغيرهم. نحن نطالب بذهاب كل النظام، يعني بوتفليقة ومن أتى ببوتفليقة، الحكم السياسي للسياسيين المنتخبين وليس للعسكر. العسكر لهم عندما أتكلم عن العسكر أتكلم خاصة عن قادة المخابرات، قادة المخابرات الذين لازم يفهموا أن السياسة ليس من أمرهم، وإذا أرادوا أن يفهموا في السياسة عندنا اليوم نتائج، اليوم نتيجة الجزائر اليوم متدهورة من كل الحالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إذا بالله عليكم يا ناس، إذا كان عندكم يعني كما يقولوا شوية تاع الفهم وشوية تاع الوطنية، يعني تفهموا أنكم لن تستطيعوا يعني إكمال الحكم وإكمال هذه السياسات طويلا، وأنتم تؤدوا بالجزائر إلى مخاطر حتى في وجدان الخريطة الحالية للجزائر لا قدر الله. ندعوكم في حركة رشاد إلى وفاق وطني يجمع كل الجزائريين، كل الأطياف السياسية،
حول وفاق وطني نذهب إلى مرحلة انتقالية وانتخابات ننتخب فيها مجلس تأسيسي لكتابة الدستور داخل البرلمان وليس داخل تكنة أو داخل قاعة السينما كما فعل بن بلال في سنة 63، وهذا لبناء الدولة الجزائرية المنشودة وليس المهزلة التي نعيشها اليوم من سلال إلى حتى الزبالة في العاصمة التي لا تستطيع هذه الدولة أن ترفعها عن الجزائريين. كلمة أخيرة موجزة بالنسبة لوقفة يوم السبت الأخ يحيى. يوم السبت يعني في الجزائر العاصمة وفي العاصمة الفرنسية باريس، حركة رشاد تبرهن أولا تواجدها في الداخل وفي الخارج للمعارضة سياسيا وسلميا والمطالبة ب يعني إنهاء منظومة الحكم الفاسدة الحالية، ونحن ندعو كل الجزائريين والجزائريات للالتفاف حول هذه المطالب بطريقة سلمية لا عنفية حضارية كي نبين لهذا النظام وللمجتمع الجزائري والدولي خاصة، لأن النظام الجزائري يعني كل العناية بالمجتمع رأي المجتمع الدولي، أن الجزائريين متحضرين وقادرين أن ينظموا أنفسهم في حركات سياسية وأن يعبروا عن آرائهم المضادة لهذا النظام الفاسد بطريقة حضارية لا عنفية، لأنه إذا ذهبنا للعنف سوف يتهمنا هذا النظام بالإرهاب وسوف تكون له كل المعونة والمساندة من طرف ما يسمى بالمجتمع الدولي. إذن فرصتنا الأخيرة إخوتي أخواتي بالجزائر وخارج الجزائر هو الالتفاف حول مشروع سياسي، حول مطالب يوم 12:10 في الجزائر العاصمة في أمام ساحة البريد المركزي، والثانية زوالا في باريس ساحة الجمهورية بلاس لا ريبوبليك، للمطالبة بذهاب هذا النظام بطريقة سلمية وسلسة. أشكرك الأخ يحيى مخيوبة عضو المجلس الوطني لحركة رشاد، كما يسعني أن أشكر الأخ عبد الحكيم قاسم عضو رشاد في الجزائر والأخ محمد دعدي عضو حركة رشاد، ويعذرني لمن لم نستطع الاتصال به. بهذا قد وصلت إلى نهاية هذه الحصة، إذن يوم السبت لنكن يد واحدة ضد الفساد والاستبداد. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.